ملاك اليوم المشاركين في سيف الملك فئة الوضح. ينضم بجانبي الآن المشارك اليوم معنا سعد بن تركي بن سويد الحقباني. أبو تركي صباح الخير. صباح النور، حياك الله أبو سلمان. مرحبا وسهلا أبو تركي. ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم شفت الشوط وشفت الحلال وحلالك ما شاء الله تبارك الرحمن بهالقوة. خلنا نسألك عن تعزيزاتكم أبو تركي. والله التعزيزات كثيرة وشفتوها كلكم، تعزيزات كثيرة والله، يطرح البركة إن شاء الله. طلوعكم إلى فئة الخمسين، كنتم أول شيء أخذتوا الرقم الأول في الثلاثين، اليوم نشوفكم في الخمسين. هل تغيير المسميات سيف الملك وشلفة ولي العهد وبيرق المؤسس هذا يعني لكم يا ملاك الإبل شيء كبير؟ طبعا المسميات تعطي قوة في الشوط، خصوصا سيف الملك وشلفة ولي العهد وبيرق المؤسس، كلها مسميات قوية وتعطي جو منافسة قوي. ونحن إن شاء الله جايين هدفنا سيف الملك إن شاء الله بإذن الله. يعني منتهي سيف الملك أخذه الحقباني يروح به؟ بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طيب خليني بسألك عن مهرجان الملك عبد العزيز، كيف شفته في النسخة الرابعة؟ والله المهرجان كل سنة تطور، كل سنة تطور. ونشكر الشيخ فهد بن فلاح بن عثلين على الاهتمام بنادي البل، ورهيب غريب على أبو سلمان الله يحفظه. تركي شوط نخبة النخبة يضم الثلاثين والخمسين والمية، تركي الحقباني إن شاء الله راح نشوفه موجود؟ بإذن الله إن شاء الله، الشوط قوي، احنا مستعدين إن شاء الله، والله يوفقنا ويوفق جميع المشاركين إن شاء الله. لكم التوفيق إن شاء الله وشكرا لك.